السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينال تيزاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف خاوتي خواتاتي، ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو تاعنا ودونا بيتلك خاوتي باش تفاعلوا إن شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله. وما تنساوش تكليكوا في الجرس فلالار باش يحوكم النوتيفيكاسيون بإذن الله. فوالا خاوتي، اليوم غادي نهضروا إن شاء الله على الاستقدام نقولوا الرسمي شبه رسمي حوالي 99%، مازال غير إمضاء العقد بين نجم من نجوم الكبار لملحمة أم درمان اللاعب الدولي السابق كريم الزياني، الذي رسميا نقولوا راه مدير رياضي شبيبة القبائل. قبل ما ندخلوا في التفاصيل نعطيكم الصراحة ونعطيكم الرأي تاعنا، اسكو المجيء تاعو ايجابي اسكو مش ايجابي. قبل ما نروحوا هذيك الحاجة، لولا نروحوا لواش قاعدة هذيك قاعدة الزيكو النهار، قناة الخبت والموقع تاعها، هضروا داروا واحد السؤال على 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 زياني بلي دي 500 مليون مرسيدس كذا كذا، هذيك امور كما يقولوا كذب في الكذب مغلوطه. كاين نقطه استفهام، ممكن كاين حكه بين جماعه الحياه مقزوزي، ممكن مع جماعه ياليشان بغاو يديروا بلبله طقوا هديعات. غادي نعطيكم الارقام الحقيقيه على حسب المصادر تاعنا الموثوقه اللي عطاتهم لنا. فوالا، هادو كد في الكذب وهادو تاع فتنة، نعطيكم الصح ولكن حقق كاع نعطيكم الصح وصغير حقيقة طالع، ولكن سي با بريسك قل من تحت من 50% على حسب ما قالوا هادو قناة العار. فوالا خاوتي، اليوم تمنيت هذاك لاريفي تاع عنتر تاع زياني، توجور نقول عنتر باسكو نسيفو دي هما داين ساخواتات كيما يقولوا كما يقولوا خاوتي. اليوم تمنيت لاريفي تاع زياني، تمنيت جاي كمناجر للمنتخب الوطني الجزائري. كلنا غادي نفرحوا، كلنا سنهلهل، كلنا سنفرحوا باسكو كريم زياني يستحق ان يكون مناجر المنتخب الوطني لكره القدم، يستاهل يكون يدي ياخذ وظيفه قويه في الاتحاديه. ولكن للاسف كاين ناس راهي تعرقل مجيء اللاعبين الدوليين السابقين. دوك من تشوفوا سائق حافله مستوى منحط مناجر تاع المنتخب الوطني، وتشوف كريم زياني يروح للجياسكا، لا تعرف كاين امور يجي لغة غادي تفهموها، حنا نفهموها ولكن سي با لا بان نديكلاروها هنا باسكو ما عندها حتى فائدة. عنتر يحيى، عفوا توجو نقول عنتر يحيى، زياني كريم زياني، ياليشان قام باستخدام كريم زياني. اسكو هاد لاريفي تاع زياني مليحة لجياسكا؟ اسكو ماشي مليحة؟ ونولو نروحو زياني، زياني لاعب كبير قدم الكثير للكره الجزائريه، نحترموه اليوم وغدوه والعام الجاي كيما عنتر يحيى، وتمنينا كيما نقولوا زياني يكون في الفريق الوطني. ولكن يجي لاجياسكا هذه خاوتي ما خطر، ستكون خطر لهيبة ولصورة زياني مع الجماهير الجزائرية. كان على الاقل يشوف واش صرا لنسيبه عنتر يحيى، واش صرا له مع اليوسما، واش صرا له مع لي سيبورتير و و و و. ولكن زياني كان له راي اخر، ممكن نقطه استفهام، ممكن نقولوا شوماج، ممكن نقولوا ماش خدام، باغي يشد يده بجياسكا. لكن عجبتني في لاريفي تاع غادي نسمعوها في رحبه. لاريفي تاعها كان جد صريح، ما قال لك ما كان مشروع رياضي لعمر بوزوار، انا راني جاي نخدم على روحي وندو لي تيتر وصحي. ما نروحوش لي دي تا كي سينيو الكونترا، اسكو سينيو باسبور فرونسي باسبور الجيريان اورو دولار، الله يسهل عليكم. ولكن من تشوف ياليشان يستقدم مدير رياضي بمبلغ طالع، اسكو يخلصها من جيبه؟ اسكو عندها عفسه؟ انا بدا يديني الشكوك وبديت نتحقق بلي كاين ناس راهي تدمر فيه باش يجيب عنتر، هو مجرد وجهه يخدموا به يا ريشان يدمروه، من بعد غادي ينقلع وكما يقولوا تجي سوسيتي هي اللي تخلص عنتر.
عفوا كان مزيان يعني، بس قعدت في جرعه عنتر. نظن بلي هذه باسكم نعطيكم لو سالار كوم ديال شحال يخلص، يخلص 12000 اورو، 12000 اورو شهرين، حوالي 240 مليون جزائريه. يعطوه سكنه ولا فيلا ولا سي كيف كيف. هذوك قالوا فيلا بيسين، قالوا ولاده ولاده اليوم مازال ما جابهم، جاي عاد يسني الكونترا، يشوف لونفي، يشوف المحيط، من يرسم روحه ويبدا يخدم ويوالف اموا ولا كان شهر ولا شهر ولا شهرين، تما كاين ينجم يجيب ولاده يصطاليهم معاه في تيزي وزو، في مدرسه، في مدارس خاصه. اما لما اليوم ما جاب ولاده ما جاب حتى حاجه، عاد راه كما يقولوا تيشوف المحيط تاع ولاده. للاسف 12 240 مليون، قد 240 تقدر تجيب بها ثلاث لاعبين ملاح تاع 80 80 80 ملاح. شفنا وقت من لا مانيش نزكي في من لا تاني، عنده اخطاء من لا، هو عطى لوكازيون لهاد الناس باش يجوا باسكو ما خلصش اللي جوا ولا ما كذا وكذا، بلا ما نرجعوش خسرا. هما على بالي بلي جياسكا اختطفت، اختطفت الان راهي مخطوفه، وهادو حاولوا يديروا في الشعبويه، لان عنتر يحيى يستاهل يكون في ليكيب ناسيونال. جياسكا مشي نيفو تاعه، وغادي يجي يوسخ روحه ويهبل روحه مع هاد مع هذا مع الفوتبول الانجيلي المنحط. دوك انت تشوف عنتر يحيى في كاش في علاج، لاربيت مخدوم من شي، واش باغي يقول كلام مزيان، شي باغي يقول لاربيت خادمين له، لاربيت لافريك خادمين له، لاربيت اسكو هادو جي اسكو يقدروا يكرسوا، غادي يلعبوا، غادي يلعبوا مع الجيش الملكي فان دو موا، ماشي سهله مع الجيش الملكي المغربي. اما هادي الله يجيب الخير مع الجيش الملكي كريم. من سي با قال لك جاي نلعب على الالقاب، قال لك انا ما عندي لا مشروع لا عمر بوزوار، غادي نستعرض به، قالها في الشباب. غادي تسمعوا واش قال خونا زياني، نسمعوا ونحلوها ان شاء الله. Je suis très content de revenir au pays. Ça faisait un petit moment. Attends, il y a le petit club. Merci, c'est gentil. Déjà, c'est une grande joie pour moi de revenir au pays. Et surtout maintenant de pouvoir travailler avec le plus grand club algérien, c'est la JS Kabylie. Et puis maintenant on va commencer à travailler, voir avec le président comment la stratégie, toutes ces choses-là. Vous avez un projet à mettre en place ou bien vous n'avez pas encore discuté avec le président sur votre projet sportif à la JSK? Moi pour moi le projet c'est gagner des titres, c'est tout. Il n'y a pas de projet. Pas de projet? Non, c'est gagner des titres. L'année passée, Antal Yahya a passé ici en Algérie avec Kousma. Un scénario. Vous n'avez pas peur de la Vous n'avez pas peur de vivre le même scénario que votre Non, si on a peur dans la vie, on n'avance pas. Ouais, donc, non, moi j'ai pas peur et chacun son histoire. Voilà. Et pour le recrutement et tout ça, est-ce que. On verra en temps venu, Inch'Allah. On verra en temps venu. Ah là on n'est pas là pour parler de ça. Là on est là pour parler de la JSK. Bien sûr quand même. Celui qui ne connaît pas. Eh bah on va essayer de tout faire pour redorer le blason d'antan. Et d'Inch'Allah de gagner des titres, c'est ça le plus important. Voilà, et de leur faire de leur donner de la joie. Voilà. Vous commencez votre travail demain, après-demain, ou bien juste après la séance? Est-ce que vous avez signé votre contrat? Non, j'ai rien signé encore. Mais normalement, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc vous avez tout conclu, verbalement? On verra. Donc, normalement, Inch'Allah, c'est bon. Inch'Allah. Merci, Karim. Merci. فوالا سوتو كريم واش قال. كريم زياني انسان خالق محبه بزاف، دي بلاصيت في وقتها، لاعب كبير، لاعب محبوب من جماعه الجزائريه، مد القلب، يحسب له انه ما لعبش مع ليكوب دو فرانس في ليسبوار، مي كان في تروا عيطوا له قالوا تلعب لي كاسمون دو فرانس، قال لهم انا ما عندي كاش لونفي لعب في لي كاتيجوري دو فرانس، انا لونفي تاعي الحلم تاعي نلعب مع لاجيري. للاسف حاليا وزيت خرجه من الباب الضيق، حاجة كانت تمنيت لو كان مي كان يلعب بالكوتش بالماضي عيط له، كان باغي يعيط له في 2019 يديروا له مباراة احتفالية، ولكن ما على باليش زطي واش واش دار ذاك الوقت. هذا عن طريق حياة من زيانيت من اني خايف لابني تاع في حياتك مع المنتخب الوطني مع الجماهير الجزائرية، غادي بعيد شرط تهرد دمه مع الكرة الجزائرية المنحرفة، انحراف كبير. جيت مع مسؤولين يحبوا يخدموا بالاسم تاعك، هادو جماعة جي اس كرام حابين يخدموا بالاسم تاعك هذا مكان، وانت معليش كل خبز كيما يقولوا
حير غير هكذا كل خبز مي نحترمك ونتمنوا لك النجاح باسكو انت انسان فيك الخير ونحبوك بصح راني خايف يصرى لك كيما عنتر دخل في واحد بوليميك عنتر زاد تسوفج عنتر ولا يخدم ولا يخروض مع المناجير الخرشف. نتمنى انت ان شاء الله تمد البلوس جياس كامل ما نشي نشوف فيها باسكو محيط متعافين تخدم الدير تلعب مع ايكيب يخدموا لك اربي تكره حياتك. وكبريف قلت لهم انا ما عنديش بروجي ما كان لا بروجي كيما عنتر يحيى بروجي تروازون نو 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 غادي تسني كونطرا عام اضرب 12000 على روحك على عمرك تستاهلها وربي يزيدك شباب وهذا رزق ربي رزق بصح راني حاسس بلي كاين وراء استقدام مزيان تكون كاين هذا يعني شنو جاو يخدموا به وغادي يجي كاش حاجه كبيره كشركه ولا دامرين الناس قالوا له بوفوار دمره روح دينا نجي وحنا ندبروا يسالنا ومن بعد كيقول لك خرج خرج باسكو هذا بروحه اللي فابل هذا اي شيء هذا قالوا خرج خرج ما عندوش شخصيه ولا حاجه زي ما يجيكم من الاخر. ولا خاوتي احنا مدينا راينا على عنتر على زياني توجد عنتر زياني باسكو نساب وناس نحترمهم بزاف تمنينا ما ديروك سبورتيف او مو دي 25 مينو 30 مينو هذا ما كان كان عبد السلام كان جحنيت كان عيبوت وكان تمنيت وكان داروا يد في اليد مع ملال وطلعوا جي اس كا علاش كانوا ياكلوا في بعضهم ما على باليش يبقى زياني حاجه نحترموها نتمنوا لك النجاح مي مع المحيط الجزائري جو سي با محيط. تحيه لكم وانتو تي فلاجيري والسلام عليكم.